السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس؟ بخير. اولا نشكروا على اللي هذا اللي عطى لي اللينك هذا تاع فغولي، وعطى لي اللينك تاع فوزي غلام. هذايا بارك الله في خويا العزيز، يعني ربع او 75% الفيديو هذا تاعك، وانا جبت على واسمه على محمد فارس، سقسوني عليه بزاف بزاف بزاف، دخلت بحثت عليه، شفت جبت بعض الصفحات تحكي عليه على الصفقه تاع لازيو. نبداو اولا بوسمو بالصفقه تاع وسمو او بالموضوع تاع فغولي. فغولي كما راكم تشوفوا لهنايا توتو سبورت هذه خرجت 11 اوت 2020، تقول لك فرانس فوتبول لازيو على فغولي لاعب غلطة سراي. الصحيفة الفرنسية تضع بيانكو سيلي سيتي على درب لاعب الوسط الجزائري، قال لك تكلفته 4 ملايين يورو، سيكون هناك أيضا سامدوريا. 4 ملايين يورو يعني فغولي في تحير من داك لا غير تحير، يعني بون واش راهم يقولوا هما. نكملوا الصحيفة واش راهي تهدر خاوتي، تقول لك روما سوق لازيو، لازيو في حالة اضطراب، هناك نية لإغلاق قريبا ديفيد سيلفا، يعني هم حابين يتعاقدوا مع ديفيد سيلفا. يقول لك التوقيع مفقود فقط، يعني برك يسني كلش راه واجد، الدوسي راه واجد، كلش راه واجد على سيلفا، وراح يتذكروا علاش راهم حابين يجيبوا فغولي. يقول لك لازيو على فغولي، وبحسب الصحيفة الفرنسية هناك سامدوريا في لاتسيو، يود انزاغي ايضا اقترح تغيير الشكل من 2-3-3-5-2 الكلاسيكيه في بيانكو سيليستي، قال لك الى 3-4-2-1 ممكنه، مع اثنين من لاعبي خط الوسط المتميزين. قال لك لاعب هنا يحكوا على تانيك على فغولي، يقول لك ولذلك السبب يدعمون، راهم حابين يجيبوا فغولي، يقول لك المدرب يريد فغولي، فهمتوا؟ يقول لك لاعب يحكوا على فغولي، يقول لك لاعب متعدد الاغراض، يمكنه شغل الادوار المختلفه، لاعب وسط، جناح، مهاجم ثاني، صانع العاب. في فرنسا اطلقوا عليه لقب معلم المراوغه الصغيره. حنا نتمنوا غير الخير الفغولي، اذا يروح بار اكزومبل لازيو ولا ويلعب كاساسي مليحه لينا، انه يخرج من الدور التركي ويروح للدور الايطالي حاجه مليحه. دوكا ندخلوا في الموضوع تاع فوزي غلام. فوزي غلام لهنايا كيما راكم تشوفوا خاوتي، يقول لك على هذه الصفحه بيرمنغهام لايف خرجت 10 اوت تقرير، يقول لك خورخي مانديز يخطط لصفقة الذئاب لمدافع نابولي. قد يتجه نجم نابولي فوزي غلام الى ولفرهامبتون هذا الصيف، هناك وفقا هذا وفقا لتوتو سبورت التي تقول ان الوكيل الخارق خورخي مانديز يعني معروف، يعمل على صفقة لإيجاد كرة قدم منتظمة لغلام الذي فقد حظوظه مؤخرا. يا اخي على بالكم يقول لك باللي واسمه المانجر تاع فوزي غلام خورخي مانديز نيميرو 1 في العالم، يقول لك راهو يحوس على فوزي غلام باش كيما نقولوا الفريق اللي يلعب فيه بانتظام، لانه في نابولي ما راهوش كاع حتى التم، ودك تشوفوا واحد النقطة اللي شغلت غيضك شوية. بون على حساب واش راهي تحكي الجريدة، يقول لك وفقا للتقرير يحرص مانديز على انضمام موكله الى ويلفرهامبتون، يعني يقول لك يحرص مانديز على انه يوصل فوزي غلام الى ويلفرهامبتون، ويقال ان نابولي سعيد بمغادره المدافع، يعني راهم ميتين بالسعاده كي راح يروح. ان شاء الله يروحوا ان شاء الله يروحوا كاع، يروح واسمو يروح فوزي غلام، ويزيد يروح ادم والناس، ويزيد يروح لكم واسمو زدادك، وتبقاو هكاك، وان شاء الله الجزائري ما زيد يروح ليكم انتوما، باسكو ما في ثلاثه حطمتوهم ديريكتوم، والناس لاعب من اروع ما يكون، اديتوه قتلتوه بالبون، قتلتوه بالبون، قتلتوه بالبون، علاش تجيبوه؟ علاش تشرو انتوما لاعب وعامين هو في البون؟ ما تشريش، شفت لاعب ما تشريش، لو كان بالك لو كان راه راح لكاش نادي واحد اخر ولا،
ربي يجيب الخير برك يا خاوتي، وان شاء الله برك كيما نقولوا اللاعبين هادوما يفيقوا شويه تانيك مع لي ماناجر تاعهم، ويعرفوا وين يروحوا، يعرفوا تانيك يحطوا بنود، ماشي انا نروح نرمي لاعب في كش نادي نرميه ومن بعد عامين ما يلعبش، ثلاث سنين ما يلعبش، كيما ادم والناس كان عنده طموح كبير. انا ادم والناس يعجبني صراحه، يعني تجوا تسقسوني شكون اللي مليح، ادم والناس ولا بن رحمه، نخير انا ادم والناس التاكتيك تاعو تاع لو جوت تاعو باش برك يزيد يتحسن. يعني لاعب مراوغ، انا نحب المراوغ غير كيما بودبوز، انا كنت نموت عليه بودبوز قبل رياض محرز، نموت عليه. ادم والناس انا نحبه، نشتي اللعب تاعو يا خوتي والسرعه تاعو، لو كان يلقى مدرب اللي يعطي له الحريه ويزيد يسقم له بعض الاخطاء تاعو يطلع من احسن اللاعبين في العالم. على هذه كان نتمنى النابولي هذه اي جزائري ما يجيش يروح له، ونتمنى اي لاعب ان شاء الله في المستقبل ولا يكون مع المناجر تاعه ولا يعرفوا واش من الانديه اللي يروحوا، يعرفوا تانيك واش من البنود اللي يديروها، ويعرفوا باش كيما نقولوا اللاعب يروح بقدر وما يروحش كيما نقولوا اللي يدو ويرموا في البون، باسكو عيينا عياتنا هاد المواضيع عيونا تعيش لاعب اراهو في نابولي بعد ما يزيدش يبان كاع ما يزيدش تشوفوا كاع، هذه تغيض يعني تحطيم من مواهب، يعني ربي يجيب الخير. نجول للموضوع تاع فارس، محمد فارس بحثت عليه لقيت هادية دا لازيالي، ولقيت تاني كيما راكم تشوفوا جريدة تركية، ولقيت صفحات واحد اخرين. توت فاصون نحط لكم كاع واش لقيت الصفحات، لان راح نحكي لكم غير على صفحة واحدة واش هضرت، لانها من لازيو هاد الصفحة والتركية، وهادوك نحطهم لكم تاني في الديسكريبشن اللي يحب يستفاد يعني معلومات زيادة. هذا ما كان خاوتي نحكي لكم، يقول لك محمد فارس لازيو يصل الى اتفاق مع سبال، توصل لاتسيو الى اتفاق مع سبال لصالح محمد فارس وفقا لاتسيو سيامو نوا، هذه يقول لك وفقا لها. ويقول لك هنايا كيما راكم تشوفوا دخلت في الصفحه هذيك، يقول لك ودافع، نحط لكم المهم الرابط، ودفع يقول لك ودفع رسم قدره 700,000، انا قريتها 700,000، لا راني غلط صلحوها لي، 700,000 بلوس 100,000 في المكافآت، في حين هذه ماشي البيع الصفقه، نقول لك في حين ان الجزائري الجناح الخلفي سيوقع لمده 5 سنوات، يعني يقول لك راهم متفقين على كلش، على العقود العرض كلش راه واجد، تبقى غير الامضاء كما قلنا، والامضاء هي الصح، لان كي وجدوا كلش من بعد تخرج مفاجاه بعد ما يمضوش، دائما احنا عندنا اللاعبين تاعنا في المشاكل هذوما دائما. راكم تشوفوا رياض محرز كان رايح الارسنال، هو قالها كان حاب يروح الارسنال، كان يعني متمني يروح الارسنال، تعقدت له الصفقه تاعو ما على باليش كيفاش وما راحش. راكم تشوفوا اسمه بونجاح كان رايح لغلطة صار، يا اخي حكيت لكم قلت لكم مع الاول النادي كان يعطل له، قلت لكم بونجاح بالليلي كان متفق مع غلطة سراي والعقد سينياتور كلش واجد، ومن بعد مع الاخر النادي تاعو والنادي تاع غلطة سراي وصلوا الاتفاق، ومن بعد زاد دخل خلاص وصلوا الاتفاق، بقاو غير يسنيو الكونترا، زاد دخل فيها السد القطري، زاد مد دراهم اكثر من اللي مدتهم غلطة سراي، ومن بعد ولا دوكا يا بار اكزومبل النادي السعودي ولا يلقى في المشاكل، ربي يجيب الخير، هذا ما كان ربي يجيب الخير. نكملوا هذه، يقول لك أن الجزائري الناجح الخلفي سيوقع لمدة 5 سنوات صفقة قيمتها 1.5 مليون بما في ذلك العلاوات في الموسم الواحد. هذه هي خاوتي، هادو هما واش كاين، تلقاو كاع الروابط لتحت وكاش ما كان يبان جديد. سمحوا لي برك هاد الايام راني مشغول شويه، وانما نحاول انه ما نتاخرش عليكم خاوتي، كاش ما يبان جديد ما نبخلش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.